أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم تستأخرون عنه ساعة
وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه
وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ثم يقول للملائكة أهؤلاء سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا صدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاء وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما
أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما
قَرْنٍ.